نبدأ في البداية هلا هون. إذا جينا طلعنا ناخذ أول شيء الثيتا، الثيتا سهلين، عندي ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3، مش راح أحط الأوفست هون، راح أحط هون هي هذه ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3. هلا نطلع، هل عندي ديز هون؟ عندي الدي تبعت اللي هي من اللي هي دي 1 مش هيك؟ لأنه دي 1 إيش تعريفها؟ هي المسافة من اكس 0 لإكس 1 along زد 1، هي زد 1. وانا تحركت من اكس 0 لاكس 1 along، فلو انا طلعت هون طلعت على زد على زد 1 راح اشوف هاي ارتفعت هاي المسافه، قديش المسافه اللي ارتفعتها؟ ال1، راح يكون عندي دي 1 ال1. هذا السبب اني حطيت 0 هون، لو اني حطيت 0 هون كان دي 1 بتكون 0، بتكون دي 0 هي المسافه هاي اللي موجوده. طيب نطلع، هل عندي هون الفا اي ماينس 1 اللي هي راح تكون بين زد 0 وزد 1، الزاويه والمسافه التنتين 0 مش هيك؟ لانه زد 0 وزد 1 منطبقين، اه ما فيش مسافه بينهم، فهذول التنتين 0 0. نيجي على الفا 1، هلا هل في عندي زاويه بين زد 1 وزد 2؟ مضبوط، حوالين مين بدها تكون؟ حوالين اكس 1، هي اكس 1، اكس 1 هيك، زد 1 زد 2، اذا هي ناقص 90. بالنسبة لـ A1 ما في عندي مسافة بين Z1 و Z2، فعندي هذه هون 0، D2 0، لأنه برضه نفس الشيء عندي هون، من هاي ما فيش بس من Z2 ل Z3 منطبقين الاثنين على بعض. هلا بالنسبة نيجي على الزاوية الفا 2، الفا 2 هي بين Z2 و Z3 حوالين X2 مضبوط؟ هي Z2 هي زد 3، اكس 2 هون 90، نفس الشيء عندي ناقص 90 لانه الاشاره بوزيتيف هيك، بتكون ناقص 90، فبتكون الفا 2 ناقص 90، الزاويه هون 0. عندي هلا دي اللي هي دي 3 الونج زد 3، ما فيش عندي شيء الونج زد 3، في تول بعدين بتيجي بس هذه ما فيش، اه واضح فاهمين؟ التول هي اللي صار فيها شيفت، بس الفريم تبع زد 3 2 و3 مش منطبقين على بعض، فما فيش دي بينهم، ما فيش شيفت الونج زد 3، مضبوط؟ هلا بعدين ايش رح يصير عندي بالتول؟ نحط التول هون. اول شيء ايش العلاقه؟ هاي طبعا التول اللي هي ايش عندي موصوف بالنسبه للتول وبدي ارجعه ل 3، مضبوط؟ الاورينتيشن في اختلاف بين الاورينتيشن تبعت التول والاورينتيشن تبعت 3؟ لا، لانه زد تي هي نفسها زد 3، اكس تي هي نفسها x3 وهكذا، انظر، إذا هاي راح تكون مضبوط؟ وعندي هاي راح تكون جزء من الترانسفورميشن واحد، صفى هذول هلا، هلا في عندي شيفت بينهم along z axis، ايش قيمته؟ d3 ليش هي 0؟ d3 ايش تعريفها؟ هي الشيفت من x2 ل x3 along z3، وين x2؟ هي x2، وين x3؟ هي x3. هل في اختلاف بينهم؟ هل في شيفت على الزد اكسس؟ لكن في بين z x3 و xt along z، مش هيك؟ هي اجت هون. يعني لو انت مسكت التول هلا وحطيتها هون، انت انحرفت بالزد مسافه معينه، هاي المسافه، وهي بتريحني اذا غيرت مكان التول او هذا بغيرها. بس منطقيا مش هي اكس 2 اكس 3 مش هي عم تشفت، يعني اكس 3 لازم يكون عن المفصل اللي عند التول. وانت التعبير ايش التعبير بقول؟ along z3. هلا انت لو طلعت هون طلعت من فوق على z3، هل بتلاقي فرق؟ وفي اكس 2 اكس 3 هي هون، هي اكس 2 هي اكس 3، في شيفت بينهم، هم منطبقين على بعض. قصدي هذا المفروض يكون على الاكس 3 على المفصل، المفصل يعني قصدي هون. اه اه هلا بيمكن بدك تحط، احنا رجعنا كل شيء حطيناه هون، بعدين حطينا التول هون، هذا راح تلاقي اسهل. اذا عملت هون حطيت اكس 3 هون راح يعطيك فريم اضافي. طيب بدكم تحلوا المساله لو حطيناه هون، اوكي؟ خلينا نشوف نحل، خلينا بس اسكر هذا ونبدا.